عايزه اسال حضرتك، كان ليكي زمان تصريح انك انت يمكن التمثيل اخذك شويه من الرقص والرقص اخذك شويه من التمثيل. لا، الرقص خدني من التمثيل كتير، لان انا قلت لك انا بعشق الرقص وبعشق الرقص الاستعراضي. يعني دايما كنت اتفرج على الحاجات الاستعراضيه، وعشان كان في الوقت اللي انا بدات فيه كان الفيلم الاستعراضي بينتهي. محمد فوزي وصباح وشادي ياما، محمد رشدي، عبد الحليم، ما عملش غير فيلم واحد. دقوا الشمال، فيلم ابي فوق الشجره يعني. وفي فيلم اللي هو انا رقصت فيه شارع الحب. فما كانش في افلام استعراضيه، انقرضت. عشان كده عملت شركه انتاج سينمائي. ده بعدين. بعدين طبعا لما تمكنت من ال بس كانت حاجات قليله تعمل حاجات كتيره. طبعا مش زي دلوقتي. يعني لو معاكي 20,000 جنيه تقدر تعملي فيلم. حاجه عجيبه جدا. دلوقتي معاكي 20 مليون ما تعمليش دوكيومنتري صغير. بس يعني كل عصر بقى ليه مفرداته. يعني عصر دلوقتي الحمد لله، ورغم يمكن ضعف الارقام اللي احنا بنسمعها دي، لكن كانت بتعمل حاجات رائعه يعني في ذلك الوقت. وعلى فكره دي كانت ميزانيه ضخمه برضو في الوقت ده. عايزه اقول لك ان انا في عندنا عيال جيراننا ما بيسمعوا في اسم اسماعيل ياسين مثلا في فيلم اللي هو يوم الجمعه، بيقعدوا مصفوفين زي المدرسه كده، بيعملوا صف، بيجيبوا ساندوتشاتهم وحاجاتهم ويقعدوا يتفرجوا على اسماعيل ياسين. حاجات لسه عايشه. حاجه لسه عايشه في قلوب الاطفال مش الكبار بس. عمرك رفضتي دور وندمتي بعد كده ان انت رفضتيه؟ لا، انا غلطت وعملت كذا فيلم اولاد. ودول يعني سببوا لي عقبه كبيره جدا في نجاحي. وبعد كده جالي كام فيلم رفضتهم، وانا سعيده جدا ان انا برفضهم، لان انا كنت محتاجه شويه فلوس عشان الضرايب، حصل اشكال بيني وبين الضرايب. وبعدين الحمد لله انتهت الموضوع ده، انتهى، فما بقتش عايزه بقى. لا، ساعات الفنان بيضطر ان هو يشتغل شغل او يختار دور مش عاجبه قوي. احيانا مش كتير. الفنان اللي ما بيعملش حساب الزمن بيتعرض لده كتير. بيتعرض لده. لو جت نجوى فؤاد تدي نصيحه للجيل الجديد يختار ازاي ادواره؟ ما فيش، انت لازم تحسي الموضوع، حسي القصه بتقول ايه. سيبك من الافلام الهكس اللي بتنزل في افلام العيد دي. في افلام حلوه بتنزل، تحسي الموضوع بيوصل للناس ايه، بيعلمهم ايه، بيشيل منهم الوحش ايه، ويقول لهم ده عقابه هيبقى كذا وده ثوابه هيبقى كذا. واخده بالك؟ فطبعا ده فيلم اللي انت ممكن تتمني انك تعملي فيه لو شوت واحد. يعني انا اعلى سعر بتاع العدل جروب، المسلسل، دول اخواتي. وسامي ده كان اكتر من اخ ليا الله يرحمه. فقالوا لي تعالي، كنت في بيروت، قلت تعالي اعمل لنا يوم واحد ام لزينة. ام لزينة. فجيت قريت ربع سيناريو، قلت انا هعمله، هعمله باي شكل هعمله. يعني الفيلم حلو جدا. المسلسل. فعملت الدور وفعلا طلع حلو معايا، فحسيت الروايه كلها بتقول حاجه، بتوصل حاجه. مش كلام فاضي، مش اي مشاهد، مش اي حوار. ما فكرتيش بقى لا ده مساحته صغيره؟